أول مرة ندخل في جسد ملكة أمازيغية، راح تشوفوني نتكلم باللغة الأمازيغية، وهذا كان شيء جديد في مشواري الفني، الشيء اللي فرحت به. وكنت نقول للمخرجين يعني مليح أنه تطلبوا منا أشياء مش متعودين عليها، يعني الممثل يقدر يتعلم عدة أشياء، يقدر يتعلم ركوب الخيل، يقدر يتعلم لغة أجنبية، يقدر يتعلم لهجة، يقدر تعلم عدة أشياء. فبالتالي هذه الخطرة الفيلم هذا سمح لي أنه تكون عندي هذه الفرصة أنه نأدي دور يكون مختلف على باقي الأدوار اللي تعود الجمهور يشوفني فيها. تجربة كانت رائعة طبعا كممثلة، ويعني نظن أنه بالنسبة لكل ممثلين أنك تشاركي في فيلم اللي فيه دي فغي ديكور، يعني ديكورات تصمت وملابس تصمت من خلال أبحاث متعلقة بهذه الفترة التاريخية، شيء جميل جدا. صعيب انك تلبسي اللبسة اللي كنا راح نشوفوها في الفيلم، لبسة شابة ولكن مثلا صعيب وفيها خطورات وفيها دي ريسك تو، بصح في نفس الوقت تعاون الممثلين انهم يحضروا روحهم سيكولوجيين ويدخلوا في لوبا ويدخلوا في الشخصية. كاين صعوبات، ساعات البرد وانت ما تقدريش تتحركي، ولازم تطلعي بلي كوستيم تاعك اللي يزنوا ربما 5 كيلو، تطلعي الجبل لا 6، ولازم تكوني لابسه تطلعي تتسلقي. كاين امور كيما عادله نشوفوها تجري تحوس على ابنها يحيى لابسه روبا طويله، سي بلان دو فوال دو تيسو انفلامابل، يعني كاين ريسك لو كان تعثر تعيطشر، يعني يا في دي ريسك كوم سا لي سان دو باتاي سيوفا ميم سي سني با دي فري زيبي، مي فوالا.